السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا معاكم آية. والنهاردة حابة أوريكم الإصدار الثاني من Art by Marlene Collection. طبعا كان في إصدار أولاني، هسيب لكم الرابط الفيديو تحت. دلوقتي ده الإصدار الثاني بتاعها. أول حاجة طبعا الألوان المائية، دي الألوان اسمها Whimsy and Bright، يعني كلها ألوان برايت طبعا، بس أنا مش هجربها دلوقتي، هجربها في فيديو لوحده إن أنا أعمل لها swatches ونلون فيها. تاني حاجة عندها كولاج بيبر، ودي حاجة جديدة، ده ورق للكولاج. طبعا الكولاج، ورق الكولاج بيتميز ان هو خفيف قوي عشان تعرفي تقطعيه وتلزقيه. فهي عاملاه كده بقى، تستخدم للميكس ميديا، للارت جورنال، هتغلفي فيه بطرمان، صينية، حلة، اللي انتي عاوزاه طبعا. وكمان عندك صفحتين من كل تصميم. طبعا الوانها تتميز ان هي مره صارخه، واللي هي الاحمر والبينك وكل الالوان داخله على بعض، فستايلها مميز نوعا ما. او بتفكرني احيانا بجين دافنبورت، برضو تصميمها والوانها كده كلها داخله على بعض. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، حلوه قوي صفحه الالوان المائيه دي، وبعض الرسومات اللي موجوده هتلاقوا منها ستامبس. على طاري بقى الاستامبس، الناس ما بتحب ما بتحبش تختم، ما بتحبش الطبعات ولا ان هي تلون، عندها الداي كاتس جاهزة. دي عبارة عن قصاصات برضو لرسوماتها وملونة. تستخدمي، هتقصي، مش هتقصيها دي، بس هتفكيها من الورقة وهتلزقيها بقى في البروجيك بتاعك. وبرضو نفس الشيء صفحتين من كل تصميم، فدي بتسهل عملية ان انت لا تختمي ولا تلوني، فكل تفاصيلها مميزة بصراحة. نيجي للدفتر التاني، برضو نفس الشيء صفحتين من كل تصميم. وزي ما قلت لكم، بعض الرسومات اللي موجودة هتلاقوا منها أختام اوريدي، خصوصا الورد. نيجي بقى للستامبس. اول حاجه عندنا الخلفيات الستام، عندنا اتنين، اللي هي خلفيه السكريبت اللي هي الكلام المتشابك، وخلفيه الورد دي. تاني حاجه عندنا الكلنش ستامب اللي هي الورد، عجباني قوي اللي هي مش عارفه دي سان فلاور ولا لا، اللي هي عباد الشمس، مش عارفه شكلها حلو قوي. فعندنا ثلاثه منهم. نيجي للكلير ستامبس او اللي هي الاختام الشفافه، دي كلها. وطبعا هي ملونه، يعني لو بصيتي من ورا الغلاف هتلاقي ان هي ملونه لك، ودي يعني بتسهل عمليه ايه، بدل ما تفكري في الالوان ومش عارفه انت ممكن بقى ايه تشوفيها. ودي مره عجباني السمكه دي، يعني مره كيوت، والبنات دي حلوين، وربطه الراس دي يعني مش هقول عليها حجاب، بس انا بعمل الحركه دي ما بقى مصدعه بصراحه. نيجي بقى للفان بارت اللي هو الار جورنال. طبعا دي احلى حاجه في الكولكشن، الكولكشن كله حلو بس دي تحفه، حاسه ان عايزه اطلب كتير منها، يعني دي هتساعدني في التدريب. دي بقى فكرتها ايه، اتس جورنال تفتحيها، او ممكن نقول ملف فيها اوراق. الاوراق دي 30 صفحه، الورق تخين 300 جرام، ورق الوان مائيه، يعني ممكن تستخدمي الالوان المائيه، الالوان الاكريليك للجواش، باستل، الوان زيت، اللي انت عاوزاه. يا ترسمي يا تعملي رسومات صغيره بالمقاس ده. طبعا انا لا يحضرني المقاسات، انا هعملها بالمسطره قدامكم دلوقتي بس مش باينه، هحاول ابص معاكم في الشاشه، بس لو كده مش باينه هسيب لكم كل المقاسات في صندوق الوصف وكل حاجه، واماكن الشراء في اوروبا او امريكا لانها براند اوروبي. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت 30 صفحه، ومعها بوكيت. بوكيت ده بقى تحطي فيه اي حاجه. والحلو فيها كمان في الجونرز دي ان هي لو خلصت، من ده الحجم التاني I think ده A7 أو A5 مش عارفة بصراحة. فنرجع النقطة، لو ان الورق ده خلص انك ممكن تعبيه مرة تانية، يعني انك ممكن تشتري الورق بقى اي ورق انت عاوزة، وهتخرميه من النص في بالخرامة وتحطي الورق. فايه رأيك؟ وبعدين شكلها حلو، شكلها مرتب انك تحافظي عليها. مرة عجبتني، وده ديزاين حلو قوي، وحجم ده حلو برضو. نيجي بقى للي بعديها، هيومنجز، مرة كبير، يعني انا عملتها برضه عشان مش مكفية الكاميرا. ده كبير قوي، ده انا فاكرة طول 12 ونص يعني انش، المسطرة دي 12 يعني مش مكفيها، وعرضها 9.5 انش.
فانت تختاري الحجم اللي انت عاوزاه، تبداي ترسمي تلوني. انا جا في بالي ان انا هتدرب فيها في موضوع التلوين، ان كل يوم اختم صوره وابدا ادرب والون واكتب مثلا فوق ايه هي الالوان اللي استخدمتها، او البراند مثلا اللي استخدمتها، ايه الحاجات اللي انا اخد بالي منها. بس في حاجة تانية، انا هوريكم دلوقتي الورق اللي هي عندها، فده لو الورق خلص ممكن تشتري الورق ده وتعبيه، هو نفس الورق ده، ورق الوان مائية. بس وهي دي كانت حلقتنا للنهاردة، انا اتمنى ان هي تعجبكم، واشوفكم المرة الجاية. مع السلامة.